رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية وكتابة تاريخ جديد لها، لافتا إلى أنه إذا استطاع اللبنانيون الحفاظ على وضعهم الآمن والمستقر يكونون بذلك اجتازوا مسافة كبيرة نحو الاستقرار الذي لا خشية معه على البلد ومؤسساته. وكرر في خلال استقباله وفود قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك التي زارته للتهنئة بالأعياد أهمية التقيد بإعلان بعبدة ووجوب أن يتبصر اللبنانيون بعمق فيما يحصل حولهم وفي المنطقة، وأن يكون الحياد هو السبيل الوحيد لمنع ارتدادات وانعكاسات ما يحصل في المحيط علينا، متمنيا في الوقت نفسه الاستقرار لدول المنطقة وشعوبها وفي طليعتها سوريا. إلى ذلك عرض رئيس الجمهورية مع رئيس أمين الجميل التطورات السياسية الراهنة على الساحة الداخلية وتطورات الأوضاع في المنطقة.